اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي اتم صحه. طبعا بصوا كده، انا عامله شويه فول سوداني، كانت ماما كانت جايباهم لي، ربنا يبارك لي فيها يا رب، فقلت كده اقوم احمصهم. فبصوا حبايب قلبي، بدل ما تحطي السوداني، بدل ما تحمصي السوداني زي كده تحطيه في صواني، لا انا بصوا حضراتكم انا عاملاه في الصاج. بصوا في الصاج بتاع البوتاجاز العادي، بصوا انا طلعته كده ورحت حاطاه في الصاج ورحت مولعه عليه الشوايه، وطبعا اتحمص بقى ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا يا جماعه جميل جدا والله العظيم، بصوا متحمص خالص اهو زي ما حضراتكم شايفين. بصوا طبعا ما بولعش عليه البوتاجاز من تحت، لا انا بولع عليه بس الشوايه زي ما حضراتكم شايفين. بصوا جميل جدا جدا والله، انا بولع عليه بس الشوايه وافضل اقلب كده، افضل اقلب كده فيه بس زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ده الفول السوداني البلدي، بصوا على فكره يا جماعه ده مش محروق، بصوا هو زي ما حضراتكم شايفين اهو، بصوا متحمص جميل جدا جدا جدا. بصوا تبارك الرحمن اهو. فقومي بقى كده اعملي لاولادك شويه فول سوداني ما شاء الله تبارك الرحمن. حاجه انت عاملاها في بيتك. بصوا يا جماعه والله العظيم انا ما بحبش الفول السوداني المملح لاني مش بيبقى كويس، والرومي مش بيبقى حلو. هو اهم حاجه بصوا الفول السوداني العادي بتاعنا البلدي، هو القرن اصغير بس بيبقى طعمه حلو زي ما حضراتكم شايفين. بصوا العادي اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. فانا قلت كده اوريكم كده، انا حمصت شويه سوداني كده في البوتاجاز، فربنا يبارك لي فيكم حبايب قلبي يا رب ويخليكم ليا، وايدينا طبعا في ايد بعض هنكبر ببعضينا. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنكبر. فربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ليا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراكات الحلوه بتاعت حضراتكم، والله العظيم يعني انا بشكركم جدا 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 على التعليقات الحلوه بتاعت حضراتكم. يعني انا مش عارفه اقول لحضراتكم ايه، فربنا يخلينا لبعضينا يا رب. واحنا طبعا اخوات في القناه، فتفضلوا بقى كده معانا شويه سوداني ما شاء الله تبارك الرحمن، متحمصين في الفرن في بيوتنا. حاجه نظيفه، حاجه احنا عاملينها. طبعا الملح اللي بره، الفول السوداني الملح احنا مش عارفينه مصدره ايه او الملح اللي محطوط عليه ايه بالظبط. فبصوا يا جماعه دون كده حمصيه وديري ولادك. طبعا في فيتامين كتير جدا السوداني، في ناس كتيره طبعا بيقولوا على المكسرات فيها فايده كبيره، بس طبعا الناس كتير مش بتعرف تجيبها عشان غاليه، ربنا يعين الناس يا رب اللهم امين. فبصوا استبدلوها بالسوداني، السوداني جميل جدا، فربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ليا. اتفضلوا بقى يا حبايب قلبي معايا، شاكره جدا جدا جدا. السلام عليكم.